في واحد قال لمراته قومي سافري سافري دلوقتي، يعني ايه سافري دلوقتي؟ سافري دلوقتي ارجعي مصر. مش عايزه ابقى عشان لسه قصه من العلعه في مصيف ما في مصيف ما ورجعت فرجعت بالصدفه تاني كده كانت تجيب حاجه لا تدوم حد تاني. فبصي عايزه اقول لك، بس اللي عايزه اقوله ما هو ممكن الشقه محجوزه يعني مش تقعد لنا بقى. اللي عايزه اقوله بس بيتك بقى عايزه بس عشان الموضوع ما ينفعش يتفتح. المهم يعني بقول لك يعني انتوا عارفين الشخص ده؟ لا والله انا ما انا اللي عارفه. اوكي اسمها ده طبعا اسرار ناس فما بتكلمش، بس بتكلم على حدث يعني واحد يعني بالصدفه ان الموضوع جاي ان. فعايزه اقول لك يعني هي هو يلا سافري يلا سافري يلا سافري، انا مش هرجع البيت دلوقتي في ظروف ما كده يعني كويس. فالمهم دلوقتي واطمن عليها انها سافرت، واطمن عليها انها مشيت وتمام وراحت مصر وكله تمام. هو كان مرتبط بواحده ثانيه وجواز على فكره، ما هو اكتشفوا يعني كارثه. المهم يعني فهي رجعت من غير ما تقول له، هي شكت فرجعت من غير ما تقول له، فتحت البيت لقيت هدوم واحده وشبشب وحاجات وجميله. فالمهم يعني عايزه اقول لك الدنيا قامت طبعا، الدنيا ولعه يعني. بس انا عايزه اقول دلوقتي بقوله ايه، لانها وجهت. طب صاحبتك دي لا هي مش وجهت، هي اتحطت في الموقف. هي وين صاحبتك دي؟ غضبت عند اهلها؟ ما غضبتش، هي نازله. هو ما بقول لك اهو الراجل ساعات يقول لك قومي اخرجي وقومي امشي ماشي، هو الاسباب اخرى. انا فاهم. طيب الصديقه دي دلوقتي قاعده في بيتها ولا قاعده عند اهلها؟ لا دلوقتي خلاص بقى في بيتها، هي بيتها هي الخاص. لا لا مش عيش الزوجيه يعني، مش في بيت الزوجيه، هما بينفصلوا خلاص. موضوع خلص يعني، ما يعني بيخلص خلاص. لكن انا بتكلم على ان الحدث اهو لسه بنتكلم فيها. انا ما ينفعش اقول اطلعي من الاول كده. طب ما انا هرد عليه اقول له اطلع انت. احنا مش بنحط بنقعد كده مع بعض في اول الجواز نتكلم، هقول له كلمتين. انا لا بغضب بروح عند اهلي كده. على فكره انا قلت له كده عليه. طبعا انا قلت الكلام ده على فكره يوم وانا لسه عيله فاسله في ثانويه عامه، بس انا قلت له كده، قلت له انا مش من النوع اللي باخد شنطتي وامشي. وانت عرفتي منين انك مش من النوع ده؟ لا انا عارفه نفسي، اصل لسه بدري قوي. انا عارفه انت صغيره في السن وما عندكيش خبرات. انا وما دخلتيش تجربه الجواز. لا لا انا من صغري عارفه ان في مبادئ كده بنحط ليها. انا اتكلمت على حاجات كتير جدا. اتعلمتي ده من والدتك يعني؟ انا كنت ماما منصح، ماما مخليه دماغنا تكبر. فانا كنت مثلا 18 سنه لكن دماغ حاجه و20 سنه.